جولد جيم مصر شركة مساهمة فيها مجموعة من العلامات المتميزة، من ضمن علامات الشركة جولدز أكاديمي. تم إنشاء الأكاديمية سنة 2002. بندي في الأكاديمية مجموعة من الدورات الدولية والمحلية على إيد نخبة من المتخصصين في مجال اللياقة البدنية، ومدرب بيجي علشان ياخد أكبر قدر من المعلومات اللي يقدر يساعده في مجال شغله. وزي ما بنمرن جسمنا لازم نمرن عقلنا بالمعلومات عشان نطلع أحسن حاجة عندنا في الشغل بتاعنا. جولدز أكاديمي كشريك نجاح في مؤتمر المرأة العربية هنشترك بورشة عمل عن تغذية ورياضة المرأة الحامل. تغذية المرأة الحامل بنعرف فيها العناصر الغذائية المهمة أثناء الحمل، وكمان في التدريب بنعرف عوامل الأمن والسلامة للمرأة الحامل أثناء التدريب، ومميزات اللي بتعود عليها من التدريب البدني أثناء الحمل. جولدز أكاديمي فرع التجمع الخامس، وسعيدها أن تكون مشاركة النجاح في مؤتمر رياضة المرأة العربية المقام بالقاهرة، وأتمنى من الله التوفيق للجميع في المؤتمر والاستمرار في مزيد من النجاحات.